اليوم في علامة استفهام تنطرح حول الهوس والجنون وجنون العظم صحيح. الإسرائيلي نعم. هيدا اللي ما في ما بعرف قديه ممكن يكون مضمون ولا نعم. مش مضمون. خيره على سيناريو ماذا لو عن جد قرر نتنياهو أن يفتح الحرب تحت أي نوع من الضغوط المعينة. ماذا لو قرر نتنياهو ضرب بيروت مثلا؟ ماذا لو كل هيدا السيناريو؟ نتنياهو أصلا بدون جنون مجبور مجبور لأنه وقفت الحرب. يعني نتنياهو على الحبس, يعني على الإعدام السياسي, مش أنه بس محاسبة, سوف يعدم سياسيا. ما قبل 27 عنده ملفات فساد وأخفاقات 27 وما بعدها كلها هدي. بس هلأ رجع محسن وضعه شوي, هلأ هنحكي عنه في داخل الإسرائيلي. ما جعل رسالة هدي, ما جعل إسرائيل تعد للمليونين قبل الإقدام على عمل جنوني مثل هذا, هو تأكد إسرائيل امتلاك المقاومة لأسلحة مضادة للطائرات غير اللي قلت لك يوم. وهذا ما سوف يجعل إسرائيل سلاح الجو تبعها في خطر, لأنه إسرائيل كل حروبة تبدأ بسلاح الجو. يعني عندما في حال فتحت حرب واتخذ هذا القرار المجنون نتنياهو, سوف ترين طائرات حربية إسرائيلية تتساقط في أجواء لبنان على الأكيد. عدا هيدا مش تفكير زيادة, مش مبالغة, يعني مش مبالغة. لا لا مش مبالغة, لا. يعني أنا ما هعدلك شو عندها من الأسلحة المضادة للطائرات الحديثة, ما حصلت عليها من فترة طويلة وما حصلت عليها حديثا هلأ المقاومة من منظومات دفاع جوي على إسرائيل. أصلا إسرائيل وصل للخبر, وكانت مساطر اللي عطتهم المقاومة خلت إسرائيل تعد مش للمليون, للمليونين قبل إقدام هذا العمل. وهذا لا يعني أنه نتنياهو لن يقوم بعمل مجنون, وخاصة معه اثنين مجانين مثله اللي هن سموتريتش وبنغفير. ولكن بدك أنت تاخدي كمان مسج بتفهمي إسرائيل أنه لن تقوم بهذا العمل, وقت اللي سموتريتش قال الجيش غير جاهز لتنفيذ عمل عسكري تجاه لبنان. هلا هو يعني سموتريتش اللي هو قمه اليمين المتطرف والمنظر الاساسي للحرب, لانه يأسان. وبتاخذي انت يعني هود اثنين اللي هن بنغفير وسموتريتش, بتحسيهم يعني اذا بدك نحكي سيكولوجيا مش موزونين. يعني بيحكوا وبيطلعوا بتلاقيهم على المنابر دائما يحكوا, لما بيصرح هذا التصريح معناته هو ضاغط لتنفيذ هذا العمل ومش عم يقدر يوصل لمحل. طب امبارح كان في اجتماع لرئيس وزراء اسرائيل نتنياهو مع الاجهزه الامنيه لتقييم الوضع في الشمال. شو طلعت النتيجه؟ شو طلعت؟ ماشي, ما في حل, ما في قدره, ما في حل. طيب شو, طيب بس اليوم لما بيطلع نتنياهو بيقول لك كمان انه شوفوا شو بدكم تعملوا, هو بيقف قال انت انه من هلا لا ايلول بدها ترجع, بده يكونوا المستوطنين رجعوا على الشمال. بحزيران ما كنا بحزيران مش هيك؟ كيف صارت قالوا عم يمدد لنا شكرا. لا قالوا على فوتة المدارس وما هيدا انه لازم المستوطنين يكونوا رجعوا الى الشمال, هيدا جزء من اهدافه كمان يلي بعد ما اتخذ منها شيء. هذا الحراك الامريكي اللي عم تشوفيه حاليا والضغوطات اللي عم تصير على حماس للموافقة على هذا المقترح اللي اعطته امريكا, هو يدل على انه امريكا مستعجلة على يصير في اتفاق في غزة سوف ينسحب في لبنان. طيب ممتاز ممتاز, بس كيف بدهم يسوقوا هذا الأمر؟ نتنياهو أمريكا قالت أنه إسرائيل موافقة على هذا المقترح, طلع نتنياهو ضرب عرض الحائط هذا الأمر. صح. حماس وافقت من البداية, وافقت وخلينا نقول عملت هيدا الشوك لإسرائيل لأنه كانوا مراهنين على أنه حماس ما ترفق. اليوم حماس صار عندها تعديلات على هذا المقترح يلي صار تعديلات يلي هي تأكيد على وقف إطلاق النار حماس والجهاد, انسحاب الإسرائيلي من كامل غزة ورفح, فتح معبري رفح وفيلادلفيا. هيدي التغييرات اعتبرتها إسرائيل تغيير جذري بالأساس تبع المقترح. رايحين على مرحلة صعبة ورايحين على مرحلة مش بالسهل نقدر نقول أنه رح تنجح هذه المفاوضات. طيب ماذا بعد إذا لا حرب ولا هدنة؟ طيب لا حرب واسعة مفتوحة, لح تشوف في فأزان كمان هيدي مسج, لح تشوفي تصعيد أكثر من ميلة لبنان, تصعيد أكثر من ميلة العراق واليمن لإجبار إسرائيل على الوصول إلى محل ما بقى في أفق. لأنه هلأ أصلا هلأ الخبراء الإسرائيليين والإعلام الإسرائيلي عم بيقولوا ما بقى في نفعة من لا جدوى من حرب غزة, بقى صار همنا جبهة شمالية. لتوقف الجبهة الشمالية لازم توقف جبهة غزة. حاليا إسرائيل عم تنازع وأمريكا عم تحاول بهالمفاوضات هيدي تحفظ ماء وجهها بقليل من الحفظ ماء الوجه. بس بالنسبة لحماس, يعني إذا بدك أنا أريد تعليق عجبني هيك مهضوم بالنسبة لإسرائيل, عم تقول لها إسرائيل بهالاتفاق اللي حاطينه هلا جديد
خلينا نتبادل نحن الأسرى لكمل إبادتك بعدين. أه؟ هذا هذا المشهدية المشهدية تبعه. طيب ما مع حماس ترجع تقول لا، ما هي أهم شيء توقف إطلاق النار. شو المانع؟ ما قالت لا، عدلت. شو المانع ما نحن نعمل يعني نوقف إطلاق النار أسبوعين ثلاثة أربعة ما بعرف قديه، ونبادل الأسرة وترجع إسرائيل تخترع شيء وترجع تعمل حرب عن جديد، نرجع نعمل إبادة عن جديد. ما حق المقاومة الفلسطينية تتشدد بهالموضوع. ما يحصل في جبهة لبنان اللي عم تشوف فيه هلا هو كمان رسالة لإسرائيل، غير قصة استشهاد القائد طالب، هو كمان تصعيد للضغط على إسرائيل من قبل جبهة لبنان وجبهة العراق واليمن على إسرائيل، لأنه حموا زيادة مع بعضهم. خلينا نشوف غزة، غزة ما بقى في شيء يقدر يعمله الجيش الإسرائيلي، وخاصة بعد العملية اللي هني سموها تخليص الأسرى وهي أفشل عملية في العالم.